يا عيال تعالوا هنا. نعم يا ماما. نعم يا ماما. اسمع آدم، انت مره معرق، ابغى اخد رايكم في شيء. ايش رايكم البس هذا ولا هذا؟ لا يا ماما الاول احلى. وانت متاكد؟ انا ابغى عشان متاكد. اكيد 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 اكيد. طيب يلا روحوا العبوا، لو في شيء ثاني اخذ رايكم فيه. أي علاقة قائمة على جمع الحقائق والمعلومات والأسئلة والأوامر هي علاقة سطحية. السؤال كيف أستطيع أني أعمق علاقتي بوالدي، بوالدتي، بأبنائي، بزوجتي، بأصدقائي، بإخوتي وأخواتي. مستوى الآراء هو نوع من تعميق العلاقة. لو أنا واقف في طابور مع شخص، إذا أبغى أفتح مع سالفة أو جنبي في المطار، إحنا غالبا نتكلم عن حقائق في قاسم مشترك، بمعنى نتكلم عن الجو اللي يحسه وأنا أحسه. نبدأ هنا بالحديث عن قاسم مشترك. إذا بديت أسأله إيش رايك وإيش تنصحني فيه، أنا نزلت إلى مستوى الآراء. إذا بديت أنزل على مستوى الآراء، لا، العلاقة هنا تبدأ بنوع آخر من المستويات.